يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليثي. أعزائي المستمعين الكرام، رمضان كريم، معكم عمرو الليثي وكلمة ونص. واضح يا جماعة أن في خلاف واضح بين الأجيال حوالين رمضان. كلنا أصبحنا قبل رمضان أو الأعياد نبعت ونستقبل مئات الرسائل القصيرة والفيديوهات والصور كلها تهاني برمضان، وده في كل مناسبات. وده كان موضوع حديث وجدل فجروا لقاء جمعني مع عدد من قرايبي والمعارف حوالين ده. راجل كبير يعني في دور عمي كده قال بصراحة كل التهاني والرسائل والصور دي حاجات خارصة ولا فيها طعم، لان حتى ما فيش اتصال مباشر، وبقى الناس تفضل انها تهني بعضيها برسالة من غير ما يسمعوا صوت بعض، او بالكتير حتى مكالمة وخلاص. الكبار شايفين ان كل التكنولوجيا دي ما بتغنيش عن الزيارات مباشرة. الشباب بقى بيقولوا ان الحياة دلوقتي اصبحت اكتر تعقيدا من الاول، يعني الناس بتشتغل فترتين وساعات طويلة، ده غير بعد المسافات وضيق الوقت. كل ده بيخلي التكنولوجيا مفيدة، وان الواحد ممكن يكلم ويهني مئات هو مكانه، لكن لو فكر يزورهم محتاج شهور او حتى اسابيع. كمان بيقولوا ان التكنولوجيا بتتيح انه يكلم معارفه وقرايبه ويشوفه ويسمع صوتهم ويقعد يدردش معاهم، ودي مميزات ما كانتش موجودة قبل عصر الاتصالات والانترنت. كلام الشاب ده كان في نوع من الوجهة، لكن الكبار شايفين انه بارد وان التهاني دي ملهاش طعم. وضحك الشاب وقال انه هو قاعد معانا بعت رسائل تهاني لكل قرايبه واصحابه وشافهم وردوا عليه كمان، وقال ان كل عصر ليه ادواته المناسبة. وزي زمان ما كانش فيه كهرباء ولا تلفزيون، مش ممكن نقول ان ده كله مش مفيد. خلصت القعدة والكلام لسه مخلص. ورمضان كريم. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني. انتوا لسه بتسمعوا معانا على الفطار. سلام رجاء الجداوي معانا النهاردة على الفطار، وأخيرا أنا كلام جد كتير قوي. انت عايز كلام فيه الضحك وبتاع.